وقلت لهم الاتحاد الجزائري دار طلب دار تظلم ودار كذا للفيفا وكذا باللي هاو الحكم واش دارنا. عبالك لا ديموند تاع لا فيديراسيون راحت، راحت لا كوميسيون ديسيبلين. بمعنى؟ معناتها راحت لا كوميسيون دوسي لا كوميسيون ديسيبلين واش ريبونداو باللي لو 20 رايحين نجتمعوا، ما يجتمعوش غير على الجزائر، يجتمعوا على خمس مباريات. ماذا حدث في المباريات؟ الانضباطيه. الانضباطيه ما راحتش كامل لا كوميسيون داربيتراج وما والو. ويوم 21 واش راح يديروا؟ يديروا تقارير. قد تكون هناك اموند الجيري عقوبه علاه؟ الكراسي. علاش علاش على الكراسي اللي رومي؟ لازم نقابلوا الجمهور الجزائري الرياضي ولازم نحكوا كامل، ما نخلوهمش يعيشوا في الاوهام. الشعب تخرج برا يقول لك ولو 20 واش كاين؟ ما كاين والو لو 20. لا اليوم بدا يقولوا لنا 14. ما كاين والو لو 20، ما نتفاهموش. فيه الجديد 21 اجتماع لجنه الانضباط للاتحاد الدولي لمراجعة تقارير الحكام ومراقبي الحكام وكل والاخرين كوميسار لا سيكوريتي يديروا التقارير تاعهم. ها ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ الاجتماعيات من بعد هذيك. هاك انت هاك واش درت؟ هاك واش درت؟ السنغال يعاقبوها على اللازر كذا من كذا. هذا ما كان وانتهى الامر. لدينا فاصل اشهاري، بعد ذلك سنواصل مشاهده كل اللقطات التي اثارت الجدل ليس من اجل تحليلها بل